أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المعرفة. ذكرنا فيما سبق وجوب النظر ورتبته، ثم جئنا على تبيان الغاية من المعرفة، ثم رددنا قول الشارح في تقسيم المعرفة إلى قسمين، هما المعرفة الحصولية والمعرفة الحضورية. تمسكنا بالأولى دون الثانية، قلنا إن المعرفة الحصولية هي المعرفة، ولا فرق أساسا، لا تنقسم المعرفة إلى أقسام وإلى أنواع، وأن المعرفة الحضورية ليس لها معنى. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نذكر المقصود بالمعرفة الحصولية، ونأتي على ذكر الشبهات التي جاءت في رد نتيجة هذه المعرفة، ونرد على هذه الشبهات إن شاء الله تعالى. صفحة 33 احنا. قال: المعرفة الحصولية، ويراد منها المعرفة التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الاستدلال الفكري النظري المحض، كسعي الإنسان لمعرفة أن الله سبحانه قادر على كل شيء، فإنه بواسطة مفاهيم كلية يتوصل من خلالها أنه سبحانه قادر فعلا على كل شيء، فيصبح عنده الغيب شهادة وحضورا. طبعا هنا عقلا، يعني عقلا يصبح كأنه يشهد الغيب، كأنه يعني لنعبر بتعبير آخر، فيصبح عنده الغيب مفهوما، اشطبوا على شهادة وحضور، لأنه لا يمكن شهود الغيب ولا حضوره، وإنما مفهوما. فيصبح عنده الغيب شهادة وحضورا. دائما أبو الطيب مو ويانا، دائما يتقدم علينا، دائما يتقدم علينا ويقرأ الباقي، وإحنا في موضع متأخر. ويعبر عنها بالمعرفة العقلية القائمة على أسس العقل واستنتاجاته. هذه هي المعرفة. المعرفة بمعناها العام، لا حصولية ولا غير حصولية. المعرفة حصولية لا معنى آخر للمعرفة، التي تقوم على أسس العقل واستنتاجاته. وفي هذه المعرفة حاول بعض المشككين الماديين إنكارها، لكونهم لا يعتمدون في كل شيء على غير الحس والتجربة. يقولون: نحن ننكر هذه المعرفة، المعرفة الحصولية أو التحصيلية، هذه المعرفة التي تؤدي إلى فهم الغيبيات، إلى التوصل إلى أن هنالك خالقا للكون، إلى التوصل إلى أن هنالك إماما للكون غير ظاهر، لأننا لا نحس به فنحن نرفضه، لأننا لا نحس بالله فإننا نرفضه، وأن المدركات العقلية بنظرهم، يعني بنظر الماديين، لا يمكن لها استكشاف المجهول. يقولون العقل، مدى مدركات العقل لا يمكن لها أن تستكشف المجهول، لا بد من الحس والتجربة. والتدل على ذلك ما هو دليلهم؟ يقولون بأن العقليات المحضة يكثر وقوع الخطأ والغلط فيها، مع عدم وجود ما يميز به الصواب من الخطأ. إنسان إذا يفكر عقلا
الإنسان إذا يفكر عقلا خصوصا في الماورائيات في الغيبيات يكثر وقوع الخطأ. إنسان يقول هكذا، إنسان يقول هكذا، إنسان يقول هكذا، لأنه يعني مجرد تفكير عقلي محض غير مبتني على أدلة محسوسة. يعنون بذلك الحس والتجربة المماسين للجزئيات بخلاف الإدراكات الحسية، لأننا إذا أدركنا شيئا بالحواس اتبعنا ذلك بالتجربة والتكرار، أحسسنا بأن هنالك شمسا، لاحظت، وجربنا الوقوف أمام الشمس وتكرر هذا المشهد علينا يوميا، فإذا نؤمن بوجود الشمس وأن لها حرارة وأنها مشرقة لها ضياء، هذا يسمى حسي. يقول نعم الحس لا يقبل الغلط. أكو أحد يختلف على وجود الشمس؟ ما أكو أحد يختلف. لماذا؟ لأن الأمر حسي محسوس واضح. وقد تجرأ أصحاب نظرية أصالة الحس، يعني الحس هو الأصل في المعرفة، إلى إنكار ما وراء الطبيعة، فأنكروا خالق الكون بدعوى أنه سبحانه لا تناله يد الحس والتجربة. قالوا لا وجود لخالق للكون. لماذا؟ لأننا لا نحس به، لا نلمسه، لا نشعر به كما نشعر بسائر الماديات المحسوسة. فقالوا كيف نؤمن بوجود كائن لا تراه حواسنا؟ هذه هي شبهتهم. كيف تطلبون منا أن نؤمن بشيء لا نراه ولا نحس به؟ ما هو الدليل على وجوده؟ خب. وشبهتهم داحضة بوجوه، يعني شبهتهم ساقطة معارضة بوجوه. ما هي هذه الوجوه؟ الأول إن كلامهم المتقدم، هذا الكلام الذي ذكروه، مبتن يعني مبني على مقدمات عقلية. شنو هي هذه المقدمات العقلية؟ ركزوا هنا. قالوا أنه لا يمكن إدراك شيء غير محسوس. لماذا؟ من أين جئتم بأنه لا يمكن إدراك شيء غير محسوس؟ يقولون العقل حاكم بذلك، عقلنا يقول ذلك. خب إذا كان عقلكم يقول ذلك فقد اعتمدتم على مقدمات ماذا؟ عقلية. فكيف هنا تعتمدون على مقدمة عقلية وهناك لا تعتمدون على مقدمة عقلية؟ شنو يقول؟ يقول فكيف يمكن الاعتماد على مقدمات عقلية لبطلان الاعتماد على مقدمات غير حسية؟ أنتم تقولون نحن لا نعتمد إلا على المقدمات الحسية في إثبات المجهول في استكشاف الأمور، صحيح؟ لماذا هنا اعتمدتم على مقدمات عقلية في تثبيت مسألة أنه لا يمكن استكشاف المجهول إلا بالحس؟ اعتمدتم على مقدمة عقلية، فإذا كلامكم هذا ساقط أيضا بناء على مبناكم، بناء على رأيكم يكون ساقطا. صار واضح هنا؟ صار معلوم؟ صار معلوم. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، إن الحس والتجربة ليسا منزهين عن الخطأ. أنتوا تقولون الحس والتجربة الحمد لله أثابكم الله وغفر الله لكم. أنتم قلتم أن الحس والتجربة منزهان عن الخطأ، صحيح؟ ولكن الحق أنه لا، ليسا منزهان عن الخطأ. لماذا؟ بل إن الغلط والخطأ في الحواس لا يقصر عددا عن الخطأ في العقليات، فلو كان مجرد وقوع الخطأ في باب موجبا لسده وسقوط الاعتماد عليه لكان سد باب الحس أوجب وألزم. لماذا؟ لأن الخطأ ممكن الوقوع أيضا بالحس والتجربة. أنا أعطي مثال،
سابقا علماء الفيزياء كانوا يقولون أن الذرة مصمتة، الذرة مصمتة، يعني هم فككوا المادة، فككوها إلى جزيئات، ثم فككوها إلى ذرات، فككوا الجزيئة إلى ذرات، فقالوا الذرة مصمتة يعني لا تتفكك. هذا كان إلى ما قبل 20 سنة، ما أدري 20-30 سنة مو أكثر. هذا من خلال ماذا؟ من خلال الحس والتجربة، صحيح؟ من خلال الحس والتجربة توصلوا إلى ذلك. ولكن جاء العلم أيضا تطور، أثبت بطلان نظريتهم القائمة على الحس والتجربة. قالوا لا، يمكن تفكيك الذرة وتم تفكيكها إلى ماذا؟ إلى نيوترون وبروتون وإلكترون، ثلاثة أشياء فيه. ومن هنا نشأت ماذا؟ القنبلة الذرية، لأنهم يفككون الذرة، يشطرون الذرة انشطارا، فيحدث هذا هذه الحالة تحدث. وجاء حتى القنبلة النووية أيضا، يعني هذه نواة الذرة ماكو التي تدور حولها الإلكترونات، هذه أيضا يفككونها، المكونة من البروتون والنيوترون أتصور، مو شكل؟ أتصور بروتون ونيوترون مكونة، هذه النواة شنو؟ بروتون ونيوترون. فبروتون حتى هذا هم يفككونه، فيحدث هذا الانفجار الهائل. محطش له؟ فإذا كلامكم أن الحس والتجربة لا يقبلان الغلط والخطأ كلام باطل ومردود عليه، والدليل التجربة. أيها التجربة المحسوسة اليوم تقول بأنه كثير من النظريات العلمية التي جاءت أو النتائج العلمية التي توصلوا إليها عن طريق الحس والتجربة أنكروها فيما بعد، تغيرت. يقول حيث إن هناك نظريات علمية طبيعية جاء بها أصحابها معتقدين بصحتها ثم تبين بعد ذلك بطلانها، فمثلا جاء أينشتاين بنظرية نسبية، معروفة نظرية النسبية لأينشتاين، فعارضه كثير من علماء الطبيعة في بدء الأمر، ثم صارت عندهم من مسلمات العلم الحديث. فإذا كان احتمال الخطأ قائما في كل تجربة حسية، فكيف تكون حينئذ يقينية الصدق كما ادعى أصحابها؟ لا، كما تقولون أنه العقل قد يقود إلى نتائج غير صحيحة، كذلك الحس والتجربة قد يكون يقود إلى نتائج غير صحيحة، فالإشكال مشترك بيننا، الإشكال مشترك. زين، الثالث، يعني الرد الثالث عليهم، هذا دققوا في هذه الردود حتى مستقبلا إذا جاءكم شخص إنجليزي مادي دهري لا يؤمن بالله ملحد، تلزمونه بمثل هذه الأمور، لأنه يعني يطرح هذه الإشكالات، هو يطرح هذه الإشكالات وأمثال هذه الإشكالات. الثالث، لو سلمنا جدلا بقبول جميع العلوم الحسية للتجربة، لكن من الواضح أن نفس التجربة ليس ثبوتها بتجربة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية، بل العلم بصحتها إنما يكون عبر الطريق العقلي للحسي، فالاعتماد على الحس والتجربة هو بنفسه اعتماد على العلم العقلي اضطرارا. شنو معنى الكلام؟ مشابه إلى الرد الأول، نحن حينما نصل إلى نتيجة عن طريق الحس والتجربة، هذه النتيجة تتكون لنا صحيح اعتمادا على الحس والتجربة، أما نسلم بهذه النتيجة بقوة العقل، العقل يقول أن الحس والتجربة إذا وافق المطلوب فإن النتيجة تكون صحيحة، مو أنه نستدل على التجربة بتجربة حسية أخرى، فيكون هنالك تسلسل ودور دائم. صار واضح ومعلوم هنا؟ صار معلوم أم لا؟ فإذا اضطرارا أنتم تعتمدون على العقل حتى في التجارب الحسية، لأن العقل هو الحاكم على أن التجربة الحسية هذه صحيحة أم لا، العقل هو الذي يحكم نتيجة بالنسبة للنتيجة. فإذا أنتم بالنتيجة
تذهبون إلى استخدام العقل، وهذا ما نفعله أيضا. الرابع، الرد الرابع، ثبت بالوجدان والحس وجود أنواع من الكائنات لا يبلغها الإحصاء، ومع هذا لا تجري عليها يد التجربة بحال ولا ترى بالمنظار المكبر، منها الجاذبية الأرضية والملكات والغرائز النفسانية والتصورات الخيالية. هل هنالك أحد قائم على وجه الأرض اليوم لا يعتقد بالجاذبية الأرضية؟ كلهم يعتقدون. ما هي الجاذبية الأرضية؟ هل تنالها يد الحس والتجربة؟ لا إلى اليوم. هل أحد استطاع أن يشخص ما هي هذه الجاذبية الأرضية؟ لماذا تجذبنا؟ لا أحد استطاع أن يتوصل إلى هذه الأمة. فإذا الحس أيضا قاصر عن بيان كثير من الأمور. التصورات الخيالية، الإنسان حينما يحلم هل يمكن مس هذا الحلم؟ هل يمكن الإحساس به من طرف آخر؟ يعني مثلا إنسان ينام يحلم، يركبون على رأسه جهاز، فأي شيء يحلم الصور التي تتراءى له تخرج على شاشة التلفزيون مثلا، هل يمكن؟ لا يستطيع، مع أنها شيء موجود. هل أحد ينكر وجوده؟ لا، لا ينكر وجود الأحلام والخيالات. فإذا يد التجربة ويد الحس لا يمكنها أن تصل إلى بعض هذه الأمور، فلماذا تنكرون علينا أن قولنا أن يد الحس والتجربة لا يمكن أن تصل إلى الله تبارك وتعالى؟ أنتم غير قادرين على تحديد وتشخيص ومس والإحساس من خلال التجربة بالجاذبية الأرضية. هذا الشيء البسيط اللي أنتم عايشين به الآن وكلنا نعيش فيه، الجاذبية الأرضية شيء واضح ومعلوم. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ يعني لازم الله تبارك وتعالى يرى حتى تؤمنون به، والجاذبية الأرضية لا ترى تؤمنون بها؟ مش عجب، ليش؟ آمنتم بالجاذبية الأرضية وأنتم لم تروها، صحيح؟ فآمنوا بالله وأنتم لم تروها. مثلما طبقتم هذا المعيار هنا طبقوه هناك. فإذا شبهتهم داحضة ساقطة، وهنالك ردود كثيرة، ولكن هذه تقريبا الردود الرئيسية. زين، نطوي ما يسمى بالمعرفة الحضورية إذ رددنا عليها، ولكن ننبه صفحة 35 شوفوا آخر عباراته ماذا كانت، يقول إلى هنا انتهينا من بيان ما يتفرع على المعرفة التي بحث فيها الشيخ المظفر قدس سره بشكل مجمل، وقد أراد من المعرفة القسم الأول منها، أي المعرفة الحصولية. إذن شيء واضح أن المعرفة المرادة في هذه المادة في كتاب الشيخ العقائد الإمامية المعرفة الحصولية لا غيرها، ليس هنالك معنى آخر للمعرفة غيرها. فلماذا إقحام ما يسمى بالمعرفة الحضورية المستقاة من أقوال العرفاء والمتصوفة والفلاسفة ومن أشبه؟ إذن يعتبر النقطة الأساسية المعرفة الحصولية. نعم، أصلا ما نحتاج إلى كلمة الحصولية، هي المعرفة فقط. كيف تكتسب المعرفة؟ بالتحصيل. شيء واضح، لا طريق آخر للمعرفة غير التحصيل، على أساس التحصيل طبعا، على أساس العقل طبعا. زين، النقطة الثانية، وفي هذه النقطة صفحة 36، وفي هذه النقطة بحث المصنف قدس سره في هبة العقول، وأنه سبحانه تفضل على البشرية بهذه النعمة. ماذا قال الماتين المصنف؟ ارجعوا إلى الصفحة 21، يقول نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل. الآن سنأتي إلى شرح هذه الكلمة وتفصيلها. ما معنى وهب لنا العقل؟ ما هو العقل؟ ما هي
أدلة حجية العاقل، ما هي هذه الأدلة؟ لماذا نعتقد نحن المسلمون الشيعة بالعقل ووجوب إعماله؟ فيما سبق تحدثنا حول النظر، والآن ننتقل بالحديث إلى العقل. صفحة 22، اقلبوا هاي الصفحة 21. ليش شغلت 36؟ شنو؟ لا نرجع إليها، نرجع إلى 36. لا بس حتى نقرأ عبارة الماتن وبعدين نروح إلى البداية. 22 يقول: وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان، عندنا ادعاءان، نحن ندعي نحن شيعة أمرين اثنين لازمين. الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، يجب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها، هذا ذكرناه وشرحناه مفصلا، ما هو النظر وما هي المعرفة ولماذا يجب علينا النظر والمعرفة في أصول العقائد. ما سبق من دروس كان يتعلق حول هذا الأمر وعدم جواز تقليد الغير في ذلك، أيضا بحثنا. الأمر الثاني إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، هذا الوجوب الذي قلنا به وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، هذا الوجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا قبل أن يكون وجوبا شرعيا، هو وجوب شرعي أما قبل ذلك هو وجوب يحكم به العقل، لأننا كما ذكرنا كل إنسان له غاية وكل مخلوق له غاية، كل ممكن له غاية وهي في تكامله يريد الوصول إلى معرفة الخالق تبارك وتعالى. إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية، يعني هذا الوجوب لا نستقيه من النصوص الدينية بدوا من البداية وإنما من خلال العقل، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل لضرورة المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. إذن الآن نأتي إلى النقطة الثانية المهمة، وهي ما تتعلق وهي التي تتعلق بأمر العقل، ما هو وما هي الأدلة على وجوب إعماله. صفحة 36 يقول: النقطة الثانية، وفي هذه النقطة بحث المصنف قدس سره في هبة العقول وأنه سبحانه تفضل على البشرية بهذه النعمة التي بواسطتها تتم الحجة وتكتمل المحجة، وعليها يثاب أو يعاقب المرء على ما قدمت يداه، على هذه النعمة التي هي نعمة العقل. ليس على المجنون حرج، يعني الذي فقد عقله لا يحاسب، من عنده عقل يحاسب، الله أعطاه قوة العقل فيحاسبه، ونحن بدورنا نبحث فيها ضمن أمور. الأمر الأول ماهية العقل، ما هو العقل؟ العقل لغة بمعنى التمييز والإدراك والفهم، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، يعقل مثل ما نقول عقل الدابة، يعني شنو عقل الدابة؟ يعني ربطها، صار واضح؟ العقال هذا عقال، العقال اللي يلبسه هذا مثل رباط،
خيط هكذا مرتب بشكل معين. هذا نعم. ومن هنا جاء المثل العربي المعروف اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل يعني يعقل الدابة يعني يلزمها، يلزمها عن التحرك. فيقال بأنه سمي العقل عقل الإنسان عقلا لأنه يعقل يعني يمنع صاحبه عن التورط في المهالك يمنعه. وعقل الشيء يعقله عقلا فهمه. نقول الشخص يعقل هذا زيد يعقل الصلاة يعني يفهم الصلاة. صار واضح؟ الاستخدام يرحمكم الله استخدام كلمة العقل لغة، لفظة العقل لغة. هنالك العقل الاصطلاحي. ما هو العقل في الاصطلاح؟ هنالك أكثر من قول في هذا الخصوص. نحن نتلو هذه الأقوال أو نذكر هذه الأقوال، ثم من بعدها إن شاء الله نذكر لكم قولنا ماذا نقول في العقل، لأن هذه الأقوال قسم منها ناقص، قسم منها فيه تكلف، وفي أحيان كثيرة يأتي التعريف لكي يعقل المعرف بدلا مما يعني يبسطه للأذهان. يقول والعقل اصطلاحا ما اصطلح إطلاقه على أمور. الأول قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما والتمكن من معرفة أسباب الأمور. والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والعقاب. هذا قول. قول آخر أنه ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور والمضار، أو ما يقال عنه أنه نور روحاني تدرك النفس به تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية. هذا قول ثان. قول ثالث قوة تستعمل في نظام المعاش فتارة توافق الشارع وأخرى تخالفه، فإن كانت الأولى فحسنة. إذا كانت هذه القوة العقلية تستخدم بما يوافق الشارع فهي حسنة، وإن كانت الثانية يعني إن كانت تخالف الشارع هذه القوة العقلية فمذمومة، وهي المعبر عنها بالشيطنة الموجودة عند معاوية لعنة الله عليه وأمثاله، حيث ورد أن شخصا سأل مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه عن العاقل فأجاب عليه السلام ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. تعبير على العقل لا تعريف له، تعبير من الإمام الصادق صلوات الله عليه عن العاقل. قال الراوي فالذي كان في معاوية، معاوية ألم يكن يملك عقلان؟ قال عليه السلام تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. طبعا هم هنا الإمام عليه السلام يعبر، ليس المعنى أنه معاوية لعنه الله أو عمر أو أبو بكر أو أمثالهم، عائشة لم يكن يعني ما كانوا يملكون عقلا، لا كانوا يملكون عقولا، أما هذه العقول كانت عقول شيطانية بمعنى مخالفتها للشارع، مخالفتها للشارع عقول السقوط والبطلان عقلها عقلا عقلا، لأن اللطف الإلهي يقتضي ذلك. مستحيل أن يترك الله البشر همجا رعاعا لا يعرفون إلى من يفزعون. نريد إنسانا معصوما فاضلا عادلا في هذا الكون، لا نحصل على أحد، حتى مرجع التقليد عدالته ليست مطلقة. لاحظت شلون؟ فنريد أن نصل إلى هذا الشخص، هذا الشخص لا يكون إلا حجة الله على أرضه أرواحنا في داره. من السنة النبوية المطهرة وردت عدة أحاديث في فضل العلم ودم الجاهل. الحديث الأول
ما ورد عن الثقة الجليل ابن مسكان، هذا ابن مسكان اللي قبل قليل في درس الفقه تحدثنا عنه أنه ينقل عنه عن الإمام الصادق. ما ورد عن الثقة الجليل ابن مسكان عن مولانا الإمام عفواً ابن مسكان يروي عن أبي بصير ذكره، وقلنا أنه لا يروي إلا عن ثقة، هو أحد الرواة الثقات الذين لا يروون إلا عن ثقة. ما ورد عن ثقة الجليل ابن مسكان عن مولانا الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس. العباد قسمت بينهم خمسة صفات: اليقين والقنوع، الصبر، والشكر، والذي يكمل به هذا كله العقل. العقل هو الأساس. حديث آخر: ما ورد عن داود بن سليمان قال: سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول: ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما. العقل هو المنقذ، ولذلك أودعه الله تعالى فينا. حديث ثالث: ما ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: إنما يداق الله العباد في الحساب، يعني من الدق، يعني من الشدة، من الحساب العسير. صار واضح تعبير يعني كناية. إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. هذه مسألة حقيقة خطيرة جدا، خطيرة جدا. حقيقة الله عادل. شوفوا الإنسان اللي عقله أقوى من عقل غيره حسابه يكون أصعب من حساب غيره، عينا مثل ما نقول أن المجنون لا حساب عليه، ليس عليه حرج لأنه يمثل العقل المعدن، ماكو عقل. فمن فصاحب العقل الكامل حسابه أشد. من صاحب العقل الكامل؟ النبي الأعظم والمعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليه. وفي هذا تفصيل أيضا أنه لماذا الله تبارك وتعالى اختار، لأنه قد يعترض المعترض يقول: لماذا اختار هؤلاء الأربعة عشر وفضلهم علينا؟ لا، فضلهم علينا صحيح، وإنما حاسبهم، أو بمعنى آخر بلاهم بأمور أشد من تحملنا، أشد من تحملنا. البلايا التي نزلت في ساحة أهل البيت على أهل البيت صلوات الله عليهم على المعصومين لا يتحملها مخلوق آخر. مصيبة عاشوراء لا يتحملها أحد، مصيبة الدار، دار الزهراء صلوات الله، لا تتحملها أي امرأة، لا من الأولين ولا الآخرين. مصيبة عائشة أحسن، يعني مصيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في عائشة، لا يتحمل أي زوج في الدنيا امرأة مثل عائشة، ولا حتى نبي من الأنبياء ما يتحمل. فحطوا فبلاؤهم أعظم. لماذا؟ لأن عقلهم أكمل. ما بين هذا وذاك عقول متفاوتة، وكل عقل يحاسب على قدر مستواه. فمثلا أنا صاحب عقل بهذا المقدار وأقدمت على معصية معينة، حسابي يوم الآخرة أشد وعقابي أشد من شخص آخر عقله أقل وأقدم على نفس المعصية. أنا استمعت إلى أغنية وشخص آخر استمع إلى أغنية، ولكن عقلي أقوى من عقله، يحاسبنا الله عز وجل بحساب أعسر وبعقاب أشد من ذاك. ما أقدر أعترض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيقول لي: عقلك كان أقوى من عقله، فتستطيع تمييز الصواب من الخطأ والحق من الباطل أكثر من تمييزه. الشيطان أضعف بالنسبة إليك منه، الشيطان أقوى عليه. لماذا؟ لأنه عقله أضعف فالشيطان أقوى عليه. أنت عقلك أقوى فالشيطان
أضعف بالنسبة إليك. هكذا الموازين الله عدالته مطلقة، عدالته مطلقة. فحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى تأمل. إن شاء الله في الدرس المقبل نكمل هذا الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.